now I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know who love is. I want you to show me. I wanna leave who love is. Huh? تبكي؟ وهبلة. بسمة أكثر بنت تفهم بالعالم، ما تشوفها كثير صغيرة هيك وهبلة وبشعة، أكثر بنت بتعرف تحكي، أكثر بنت بتعرف تفكر، أكثر بنت بتعرف تقنعك لما تكون معصب ومتضايق وما عرفان شو تفكر. عن شو بخصني؟ يعني قناعة. مين؟ قنوعة وبتقنع هاي البنت. هي هاي الهبلة شو؟ شايف حكينا شيء؟ قنوعة وبتقنع حياتي هيدا، إذا قالها ما في مشكلة. تجوزيني وتكمي. يلا نروح. كمي متغنية بكرة. بكرة هتغني. فكر لما كنت باش باش لا ترد عليها هذه فضيحتنا. لا فضحتنا على الهواء. فضحتنا. فضيحة. تعرف لما كنا قاعدين انا وياك مونيك؟ ما كنت اعرف. لما قال عبد العزيز، لما قال شو اسمه، انت قلت الله شنو؟ الله يوفقك. باش الله لا يوفقك. انه اسمع يحيى، اسمع ابراهيم، عم تحكي على شيء مهم بحياتك خارج الاكاديمي. خارج الاكاديمي مو صرت اكثر شيء بحبه في باش. كيف عم يحكي؟ قال لك انا بحب واحد هون بالاكاديميه. شفت شلون؟ قلبي لما وجعني. بحب واحد وجعني. يا الله يا الله يا الله. لا عملي لما كنت تغني. شنو؟ لانه ما تغني ما كان تغني حدا. بيجي هيك يعني ما انا لبكره رح اجي ولا بعد ولا. صح. قلنا يا عيني. بس انا ما يعني مثلا هاي باش، عمرك حكيت لي سر؟ مثلا انا لا عن جد امرك؟ لا اسرار عندي، اسرار باش عندي. انا ما بحب حدا. لا لا باش اصلا ما بحب حدا بالمغرب. اسرار باش عندي واسراري عند باش. انت بلا ما تحكي. انا اسراري عند باش ببين بعيون. انت اذا بدك تحكي شيء اثنيناتهم عن جد ببين. لما طلعت مع بالبنات ولا حدا بيعرف احكي ولا لا؟ لك اسمع ابراهيم اللي بيعرف اسراري ديالا باش زين. زين الله يخليك تقولي لنا يحيى اسرار ان شاء الله. بليز بليز قولي لنا اسرارك. بليز الله يخليك. قولي لنا اسرارك. قوم من هون. بليز قوم. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك حالك. قوم. ما راح اعملها تقول قربت من حالي اكثر من هو بس قول له افكار مش تفهم. تدري انا لو مكمل معاي سالني حبيت وهذا ما كنت راح ارد. لا 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 يعني اقول يقول لك عبد العزيز في ناس سالوهم على اسمه خرفت انت بتغطي في ناس اسمع في ناس سالوهم وبكيت وعيطت وهذاك يقول انا بالتليفون بالملاهي انا لا ما ابكي انا مضطر اتكلم ممكن اقول ايه لا بس اني ادش تفاصيل لا مو للإعلان على الـNBC الفضائية اللبنانية يمكنكم الاتصال بروتانا للخدمات الإعلانية على الأرقام التالية. نادي اسمه عبد الله يحيى استاذ لا لا مو شاكك كل مدرس شو بحط اصبعك الثاني لا لا بحط صبعي حط صبعي ايه حط صبعي والمدرس في اوي تعال اطلع برا نطلع نستانس نطلع برا على طول نروح حق حارس المدرسه اعطيه فلوس يطلعنا شغل سيارة نروح البحر
وحياة الله رح اليوم ركزت لما يحيى ابوك ابوك وين اشتغل؟ وزارة العدل. امك وزارة العدل وخيك الكبير. انا ثانية ابي اشوف شغل معنا في البيت تشتغل وزارة العدل وزارة ونسيت واحد من اخواني كبار راح واحد لا مش كان احسن واحد يعني احسن واحد شهاده يصير فيك عم تفكر شو بدك تحكي بعدين يعني ايه اختك شو تشتغل جهزه كمان اختي مجوزه كمان انا شنو انا لان قلت له سيطره على وزاره العدل فشنو يوب بالي لوزاره العدل بس عرفت عندي اخوي انا بالجيش رتبه ويدرس نسيته كله هذا راح نسيته هذا راح اللي انا بالبرايم نسيته ما حط عمي كل التمارين ما حبيته التمارين كله انا بعرف ليش ما حبيته لانه كثير بيفوت باشياء برايفت وهيدا بيعضني صافي اللي بيفتح هذا اللي بيفتح يلعن العاقل اللي هنا انت رهين كيف زمان قبل لا هنا ابراهيم شوفوا لا 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 طالعين ما طلع كبده منهم كيف توصى توصى في عملني بحنيه اضحك اللي عايش فيه على طول انا بعد لا 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 دي على تحت المي لا 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 دي على تحت المي تحت المي لا 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 تمام لا رجله رجله وتروح مع رجله وظلها تمسك الماي هيك في شغلات وانت انت مسكين اي الله انت بس حلو حالك شفت بعينك بس ما لما تغني بس ما لما تغني ما بعرف غنيه شفت بعينك لا بس حلو بس هذا هذا لما يغني عنده ريله شفت بعيني يا حبيبي معك الدنيا دي خدني هواك هواك هو يحيى هيك لا يحيى لا 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 يحيى لما يغني يحيى خصوصا اخر اغنيه اللي غناها يابا يابا هذه شنو غنيت اخر ميلي ميلي كان واحد حسن طلع طلع حركات يا لا لا ميلي ميلي انا بدي اسالك بس في احتمال واحد يكون فايف بس كان من كرش يعني من انا كنت من اسبوع الماضي صح؟ ما هو التوب فايف بحطوا على البرايم شغل البرايم ما بعرف والله ما بعرف بس اكثر وحده حبيتها هي اهالي يا هيلي هي اللي جبت فيها توب وان ولك بعي هي اللي جبت فيها توب وان كمان انت حاجتك منك انا مسال لما نرجع من اسبانيا وانت ترجع من ايطاليا ويلو 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 تلعب ويلو 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 شو ما جبلهم من اسبانيا شو بدكم شنو انا خليه ويلو شو تبغى من اسبانيا اشترك انا وياك ولا كل واحد بابور حرقه نشترك كلنا اشترك الواحد بعدين ما نقول لهم شنو تبون احنا نيب روما ما بدي نهضر ما بدي نشوف انا بدي اجيب لي شطور خصوصا بس انا الوحيده اللي تطلع شو تبين خلي خلي نفكر نروح شراء اسباني هيك خلاص راح يبلش لبس اسباني لبس فلامينكو اذا رحت اسبانيا وانا والله احنا مش هناتي اذا انا شو بدكم تجيبكم معي من تشيلي انا شي باسبانيا ابيك تجيبي لي توقيع من اسبانيا ويلكم هير يا 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 شو رايك انا حابب اسوي هذا غني اللي غنيتها انت غنيتها انت اللي غنيتيها انت ها بعلمون بعلمون انت بكون شيء لبسك والله ما في بقول بس بعلمون تكيرو تكيرو امور ميو بعلمون تكيرو حبيتك غنيتها تكيرو مش مثل غنيتها تكيرو ايه هيك عملت بالاخير تكيرو يعني مع الكورال طلع صار عم يطلع مثل سكند فويس شوف البحر غريب هني حبيتك انا هذا بتذكر شو عامل بالبرايمات الثمانيه اللي مروا السنه انا هذا انا ما بتذكر انا احلى برايم سويته لما غنيت مع ملحم انا صح احلى اريح برايم كمان
انا كل شغال عم بحكي عم بقول ثاني عم لا عم اي حدا عم شوفه عم بقول له انه جعبالي يفوت على البرايم كون مبسوط فيه يعني انه كيف انه عايش اللحظه انه عم يفوت على البرايم بس انه بدنا نساوي الشيء طبيب انه بدنا نخلص عم بقول هيك بس انه بدك تغني وتطلع كان نقول كذا كندركدا شعره مطلق كنزل انا ومدروس ثانية بتغني هي الأولى شو غنيت لك هذه كل مرة اللي حبيتيها قلت لي شو اسمها اللي بتغنيها بال لا 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 الله ينجيك يا بلادي وطيبك انا عمري ما قصيت ما كتبغيش نبغيك بزاف عمري وعليك نخاف بتعملنا على الغنيه هذا كله كله شباب وبنات ايوه بالمسبح كنتي حابه تغنيها اسمع احزر على اللي نبغي ما تلوموني لا مش ما تلوموني ما تسالونيش ما تسالونيش على اللي نبغي ما تسالونيش ما تلوموني بغنوها شباب وبنات شبك مو كانت حرب واحده مغربيه ما ادري شو اسمها نبغي بسلامه عمري وعليك الخاف عليك الخاف ها حبصية دويل ما قال لي ويتلوم عليا هيدا شعبي انت اللي فيا تعرف هذا اسمي انا مويت فراقه لا 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 وين وين مش هي طب غنوا لنا اياها مو حافظينها خولة تعرفين هذه انا مويت فراقه هو اللي قال لي انا مويت فراقه هو مسخبيا طب غنوا لنا شو اسمها ها جلسات خليجي غنوا لنا شو الغنية تبع البريطانية هي تبع انا كانت عندي في موبيل انا ما نويت فراق وهو شو تبع وين الوقت فين الحب غنينا فين الحب بعد ما احكي لهم فين الحب اللي بيني وبينه فين العشق فين العهد يلعن ابوه سهرانة طول الليل يلعن ابو اللحن اللحن اللي في العهد وعندنا في العهد الحب اللي عشنا في العهد هذا الليل تسيدي الوعود ما عرف نغني لمين ما بتعرف فيها يا الله يا رب انتوا عندكم شهرات؟ اه تاتو عادي والله يحبوها عرفت الاجانب بغنوها بيحبوها وانت بس الهوى بيني وبيني علاش نخلي للفرح ونقاسي الهموم وعلاش تحد مرتاح واش الحال يدوم دنيا نيا مر عليك ومر علي مر عليك ومر علي مر عليك ومر علي والساعات تقول ساعات ما تخليش الهموم تضر بيك مش تسكتي سمعك تعجبني هاد ربي قول اسمعي علي مولا كتعجبني هاد الاغنية ديالها ديال فاش كتغني ديك ديال ديال اتاي الصينية هل تعرف تتجوز وقت مغربي بتسبه وقاع سمعوا قلك ها تقولها يعني اسمع لا احمر؟ لا حشا ماشي ايه امزح مول جليل تلتبه احكوا هيدا الكلام الغبي بس ما عندك صورة بدي اقول لك عندك كم صورة انت على الفيسبوك ما حلوين لازم تقيميهم اي صور؟ ما بعرف وش كل مرة كل مرة بقول لها بنسى قولي بتحطيها على على انا ما بحب ما بحط صور لا على الفيسبوك ما بعرف في وحدة ما حلوة ابدا ما بحط صوري ابدا جمهور اللي بيحبوني ما تفتشوا على صوري لان انا ما حاطة ولا صورة كيف راح يجيبوني لازم بس اذا حطوا شر اكاديمي صور لهم ولازم ما قلت لي دائما كنت عم تحكي جدبه انا تصدق هذا المواقع تنرفزني سويت بالهاي فايف بروفايل يمكن 3 اسابيع بعدين شلته